بالنسبه للناس الدعوه شيخ. نعم. ناس الدعوه ديل بس يقولوا ما قال الله ما قال الرسول. ولا عندهم شيخ ولا عندهم حاجه من شليخ. نعم صح ولا غلط طريقه؟ نعم. ما عندهم طريقه ولا اقول لهم طريقه. نعم. نعم. ما اقول عندنا طريقه. خلوا يتكلم يا جماعه ما انا لا لا انا كلامي يزول بسمعه خلي عمنا ده يتكلم. تفضل. خليه يتكلم خليه يتكلم تفضل تفضل انا سامع قول انا بجاوب انا بجاوب تفضل تفضل قول كلامك تب هذا دعوه ديل ايوه اقول لك الشيخ فلان ولا عندهم شغله مع الشيخ فلان بس ما قال الله ما قال الرسول نعم جزاك الله خير كان فيه حاجه وضح لنا ما فيه حاجه نعم جزاك الله خير اول حاجه النقطه الاولى اللي انا وضحتها انه كونهم عاملين حزب براهم اسمه جماعه التبليغ ده باطل وذكرنا الآيات قبيل من القرآن. أنا يزول يا جماعة بسمع كلامه لأنه الناس دايرة تعرف يعني عمنا ده لما سأل سؤاله ده سؤاله ده طيب ما كعب قال كان في حاجة ورونا صحيح؟ نعم فدي النقطة الأولى الحاجة السيئة والكعبة فيهم إنهم عاملين جماعة والجماعة دي عندها رئيس اسمه دكتور ذهب اسمه دكتور ذهب وعمنا قد يكون ما عارف الكلام اسمه دكتور ذهب وأظنه توفى الآن وخلفوا زول عندهم بيعة تبايعهم عديل زي البيعة بتاعت الصوفية تبايعهم وبايعوك وبعد تكون شيخ لي وكده والبيعة دي بتتم في مسجد بلال في جبرة احنا ساكنين جنب الحتة دي في جبرة هناك في الخرطوم بيعة عديل وده باطل تاني الباطل الثالث انه الناس ديل عندهم شركياتهم ذاتهم لكن ما بظهروها للزول من البداية من البداية بيجيك ويحكي لك اشياء حديث وعن فضائل الاعمال وكده ويديك ريحه هنا وكده انت تقول النازل طيبين لكن النازل تحيتهم في بلاوي المركز العالمي حقهم حق جماعه التبليغ ديل في الهند في مدينه اسمها دلهي ودي فيها الرجل الاسس جماعه الدعوه والبلاغ دي ذات اسمه محمد الياس الكندهلوي الدهلوي صوفي ينتمي للطريقه النقشبنديه والطريقة النقشبندية أصلا دي طريقة شركية عديل بدوك ذكر دي الطريقة النقشبندية اللي بنتولها جماعة التبليغ بدوك ذكر وبيخطوا صورة الشيخ نقشبندي كبير وولعوا فيها الأنوار زي دي والكشاف شيخ ميت هو في الصورة يقول لك تركز في الصورة وتذكر لحد ما صورة الشيخ تنطبع في ذهنك فتصل مرحلة إنك بتذكر في الشيخ ما في الله ومعروف الكلام ده عن الطريقة النقشبندية اثنين المركز بتاعهم الأول الليلة في العالم من السودان بيمشوا له البيجوك هنا ديل بيمشوا له هناك ومن باكستان ومن السعودية ومن مصر بيمشوا المركز ده لأنه ده عندهم المركز الأول في العالم فيه شنو جوا فيه ستة قبب وقبور مدفونة جوا الجامع والجامع ستة طوابق بيطوفوا بيها زي الكعبة وبيستغيثوا بيها زي ما بيستغيثوا بالله وبيدعوا بنده أصحاب ديل زي ما انت بتدعو الله سبحانه وتعالى وده كله شرك لكن الجماعات دي ليه الاسلام حذر منها والقران حذر منها لانه بيسوق الزول شويه شويه لو من البدايه قال لك ده شغلنا كدي انا متاكد انت ما شنو ثاني ما بتمدحهم ولا بتقف معهم لكن بيسوقوك مرحله 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 وموجود الكلام ده في كتبهم ككتاب تبليغي نصاب ده الكتاب الأول عند جماعة الدعوة في العالم كله فيه شرك وعبادة للقباب وعبادة للشيوخ الموتى من دون الله وده كله شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى لأن ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون الآية